حشة مو بعيالها، شرع اعوذ بالله منهم. وين صارت؟ يمكن دشت بيت خالو حليمة. ما بنسيب بيت خالو حليمة، هناك كل يربطونا بحبال. اوف ملا الحين شو نسوي؟ تعال وقفوا، وين سايرين؟ سالي بيت يا دوديبة. تعالوا لعبوا ويانا. لا نحن ما بنلعب وياكم، انا اخويا حمد فينا حمو، والدكتور قال ارتاحوا في البيت. حظكم ما بتسيرون المدرسه. انتوا ليش كلتي ما تحبون تلعبون ويانا؟ عشان ما توسخ ثيابنا. بنلعب التيل، التيل ما توسخ الثياب. دي 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 عيستي يا بوش من الركيض، حشة بغى يذبحوني. شوي 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 شوي، اقول لك ما شيء، تمي تدابج من سكه لين سكه، حشه ما تمي دار ما عفت عليه، ذبحوني هالميانين اعوذ بالله منهم. يا اختي يمكن يتراوالك عيال شمسو، شو بيبهم الفريج حينه؟ هاي اللي عندهم مدارس. لا انا اعرفهم، هم هذول الشياطين عوذ بالله منهم من شرهم. تاكدي يلا يهداك. اصبري. الو، ها شمسو اختي حياك الله، عيالك حشه ما يوني شي، هم اليوم ما بعندهم مدارس؟ شاردين من المدرسة؟ واي يا سليم تعبت ساعة وانا لف ادور من فريج لفريج، مو عارفة وين ساروا هاليهال. ما في معلوم، انا كل مكان يشوف عادمين ما فيها. اي انا شو اسوي الحين معاهم؟ اتصلوا فيني المدرسة وقالوا لي ان الولد تعبان وهو واخته والدكتور قال لازم يريحون، وقلت لهم خلوهم يجون. وين راحوا؟ نصدر انت شوف، انا كل مكان يسوي داخل شعبية كل مكان ما في هذا. يمكن ردوا الفريج؟ ممكن، فولو مي. تعال، وين رايح يا بلبون؟ انا قبلك، بخير. حمد انا استسلم. سليم الحق الحق، بخر يا صبيك. فوز فوز. حمد الله يهداك يا حمد، حسبي الله عليك وعلى امك. انت ما تستحي تتضارب ويا واحد اصغر منك؟ يا دوم يلعبون مصارعة. اي مصارعة؟ شيخ مثيران علشان تصارعون؟ ان شفتك عدال ولد بنتي انا اللي بتصارع وياك. انت ايه؟ والله لا اعطيك بوكسني. خلا يا مو خلا. اي انت لا تستاق ويا على اخوي. وي خوفتني يا القطو، طولك شبر ولسانك هالطول. اقول والله لا العن خيرك هني، تبغى ننط وياك؟ لا هاي ضربت راس براس. اضربة راس براس؟ تلعن خيري يا ولد البارحة، انا اللي الحين برويك وبنطحك بعد. وه وه خميس يمه سبيت يمه، انت وين؟ انكم دور عليكم وينتو؟ السردة شباب السردة. افا شردة وين سارو؟ شي كذا المستوي. حمد انت المؤدب العاقل، تصير تتضارب ويا هالوحوش حسبي الله على ابليسهم. لا وتتصارع ها؟ ليش ليش يا ام حبيبي ليش؟ انت مو بصاحي. اشوف شعرك نشف. ايه يلا اقعد طالع مع اختك التلفزيون. احط لكم الغداء ولا تنتظرون اسمه؟ لا بالغداء ويا اسمه. زين يدو انت صدق كنت بتضربيني يا خماسو؟ كنت بحصل شراعه لكنه شرد. بعد كم مره انا قايلتكم لا تقولون يدو؟ ها؟ اقتنع يا طيبين جايقا. الكاميرا ما في حد يسوي خراب، انا هيرو مال الشعبيه، ما في خوف. عطني بارد. ما في بلوس، ما في بارد. يعطينا بارد وغصبا عن شكلك، يا فرقت قاعد بالصقر ضايع. انا سليم محي الدين محمد صوتي. ما في آدمي داخل شعبي يسوي كلام على هذا الشكل. شوفي هذا أسمع، ترى تبتش هذا في مصيبة، يبي يدخل داخل دكان مالنا يسوي خراب. احنا يعانين وعطشانين وما عندنا فلوس. انزين باخذكم وياي بس بشرط ما تسوون ازعاج وتسمعون الكلام. بابا ما ماجو هذا ثلاثة في سيم سيم سالب كذاب. ما يخصك انت، خليك بشغلك. تمر بيسا يا كاكاري قام. لا تغلط. شو قلتو؟ زين يلا يلا دشوا. امي وصلتي من المدرسة؟ ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وش مدخلهم هني؟ يلا 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 برا يلا برا.
لا امي انا مدخلتنهم. انت مدخلتنهم؟ ليش؟ عشان تكسرون بيتي؟ امي ما بيكسرون شيء، شفتهم في السكه حرام ميتين، حر قلت تدشون يقعدون هني احسن. يسيرون بيت ابوهم، والله ان خالتهم النسره. من فيكم اللي كان يبي يضربني ها؟ من اللي كان يبي يعطيني بوكس ويلعن خيري؟ ما تحجون يا جنين الحيه؟ حسبي الله على ابليسكم. خليهم يسيرون، يلا خلهم سيروا سيروا. امي حليمه ما عندها تلفزيون. شي انا مسؤوله عنها؟ يجون يشوفون التلفزيون عندي؟ يلا يبا يلا يلا، هني مو ملجا. اقول روحي غيري تعالي نتغدى. انزين امي ما عليك امر تزيديني الكميه شوي حق عيال شمسه؟ لا مطعم مطعم انا مطعم. بعد ما يصير ناكل وما يقعدون يتفرجون علينا. وش رايك افرش لهم دواشق واخليهم ينامون عندنا الليله؟ اي هم فكره. ويظل الله من شرك. سمعان ان واحد فيكم تحرك من مكانه او نطق قصيت لسانكم يا العفاريت. يا استاذ جاسم انا نفسي اعرف انت ليه مصر على انك تصور حلقه العيد بره الاستوديو في الحر؟ فهمي انا ابغي اوصل للبيوت الناس عشان اصور بين الاهل، وفي بعض الاهل ما يقدرون يجيبون عيالهم الاستوديو. ازاي يا استاذ؟ بس فهمني فهمني غير ازاي. ابغي اكون قريب من الاطفال بين اهلهم وفي بيوتهم. يعني يا استاذ الكلام ده ما يحصلش جوه الاستوديو؟ ابوك غلط يوم سماك فهمي. طب سيبك من فهمي وابو فهمي، عايز اعرف دلوقتي انت هنا جاي بتدور على ايه؟ مخرج ومساعد مخرج طالعين من التلفزيون ورايحين مكان التصوير يدوروا على شو؟ قول لي انت الاول يدوروا على شو؟ احمد ربك انه ما عندي الكاميرا ولا كسرت على راسك. طوف 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 قدامي طوف. كلوا غاليني كلوا كلوا عيالي في بيتكم وكلوا هن وعافيه. عبو كلوا ما عليكم منه، أنا بتصرف معاه. أنتوا ما يخصكم بس كلوا زين؟ بس كلوا. عمو هذا شو؟ هذا كتاب؟ لا والله، هذا كتاب، فعل ماضي كان كتاب، هذا عقب ما علتشوا التيوس مالك استوى. لا يا سلوم لا، حرام عليك تظلم عيالي، لا، يمكن الفيران هي اللي كلته. أنا أول مرة أشوف فرحة الجهال كبر، أكيد العلوج مال التيوس مالك. سلوم، أنا بقول لك هم مساكين يا معه. وانا تاخرت عليهم في الغداء فتموا يقرضون في الورق لين انا اجيب الغداء. مكسرات هو يقرضون فيه؟ لا مكسرات. عمو هذه ترى ما بحاله وياك ويا التيوس مالك، احنا عايشين في بيت ولا في زريبه؟ استغفر الله العظيم. خلاص ما عليكم اهدوا، هو يعصب لكن قلبه طيب وحليله، لا تخافون. لا انا قلبي ما طيب ومن يبوي انا بخبره بخليه يذبحهم واحد ورا الثاني حق العيد. حرام عليك يا سلوم، جيت تزيغ لي هالمساكين فقارة قبل يرقدون عين في الليل. كلوا ما كلوا عيالي عيالي راحوا يا حلوم، عيالي راحوا راحوا يا اختي. لا راحوا ولا شيء، ما فيهم الا العافيه. الحين تحصلهم في هالفريج يحوطون من سكه لسكه، الحين بيردون. يمكن استوافهم شيء. لا تخافين عليهم بوي، عيالك ينخاف منهم ما ينخاف عليهم. الناس يوم يشوفونهم ما يذكرون الله، ما يقولون ما شاء الله حاسدين عليهم. لا هم الناس يذكرون الله لكن يقولون اعوذ بالله. يسيسي مكانك، انا بسيب اطالعهم، اكيد حد من الفريج لقاهم ويابهم. ايش مكانك؟ سيري سيري اختي سيري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختي. وعليكم السلام. احنا من التلفزيون. نحن ما عندنا تلفزيونات، ان كان بغيتوا سيروا هناك عندهم التلفزيونات. نحن مضيعين عيالنا وتعبانين وما لنا خلق. حلوم وين عيالي؟ هاي لا ما طلعوا عيالك جايين يصلحون التلفزيون. هنا سماء لقد نجوت. يا إلهي لا أستطيع أن أتحرك. علي بابا. يا سندباد كلكم بخير؟ عافانا الله. السوم بس خلاص طرشيهم عيال شمسو عند خالاتهم أم الدويس. يا حرام عليك خليهم يتابعون الرسوم. انا ايضا لا استطيع ان اتحرك. اخاف انهم يدورونهم وهم موجودين عندنا. انزين انا بس تخلص الرسوم باخذهم بنفسي بوديهم بيت حليمه. زين الله يصبرني. انظروا اننا مربوطون الى اعمده.
السلام عليكم. عليكم السلام. نحن جايين من التلفزيون ندور على بيت عشان نصور فيه برنامج الأطفال الدبدوب. يا هل تعالوا شوفوا الدبدوب. وين الدبدوب؟ أنا الدبدوب. كيف أنت الدبدوب؟ دبدوب صغير ولونه بني وأصفر. أنت مو بالدبدوب. والله العظيم إن أنا دبدوب. ليش تكذب؟ اللي يكذب الله يودي النار. حرام عليك ريال، ايش كبرك قاعد تكذب على اهل تكسر خاطرهم؟ دشوا داخل دشوا. مش مبشرة بالخير أبداً. اسكت يا فهمي، لا سكر في وجهنا. مهنتنا مهنة متاعب. استنى استنى، واحد جاي هو وشو بشوش؟ أنا هسألك. أخوي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله شكلكم مال البلدية. بلديتي يا حق. ها. يا ريال خلي اسكت، تعود من الشيطان. حجي إحنا جايين ندور على بيت. إحنا من التلفزيون جايين ندور على بيت عشان نصور فيه. إذا عجبنا البيت بندفع. ما شاء الله انتم مال التلفزيون. نعم. الله ابوي، احنا حاضرين لاهل التلفزيون والتلفزيون بكبره. هذا ابوي قدامكم بيتنا، ها اذا تبون تسوون فيه تصوير ما تصوير مالكم سووا بدون مره ما نطلب عليكم شيء. اقول لكم ايش بس تصوروه. احنا جايين نصور برنامج الاطفال الدبدوب اللي بيقدمه الاستاذ جاسم عبيد الدبدوب. خليك اسمع. الدبدوب؟ عائلة الدبدوب؟ ما سمعنا عن عائلة الدبدوب. عائلة الدبدوب ايه يا استاذ؟ ما تتكلم يا دبدوب. فهمي اسمع اسمع، اسكت شوية بس. اسمع، هذا البرنامج بيقدمه شخصية الدبدوب، بيقدم فيها نصايح حق الأطفال وارشادات. ها يعني بتنصحون ليها؟ اي نعم. أنا عايز أعرف أنت إزاي ما عرفتش الأستاذ جاسم عبيد الدبدوب؟ بص فاشو كويس، أكيد هتعرفه. شوف يا ريال وين اعرف انا، يعني مشبه عليه واحد قبل عندنا يضغى عومه. عومه عوبتي يا استاذ، ما تتكلم يا دبدوب. عومه ولا شيء، المهم البيت الحصله. ها ايش رايكم في بيتنا هذا قدام عينكم؟ ها ترى اذا ما عجبكم لا تستحون، قولوا حرام لا اطلع لكم بيت ثاني من الفريج. لا ما شاء الله البيت حلو. فهمي شو رايك في البيت؟ والله هو كويس، بس زريبة المعيز دي لو تتشال من هنا هيبقى أفضل. زريبة نوديها وين؟ أنا قلت أنت في البلدية. بلدية إيه؟ إيش اللي زريبة نودي البهايم وين؟ ما تروح ما تروح ما تروح، دي بشغلتنا. يا ريال تعود من الشيطان الله يهديك. أنا في البرنامج بضيف فقرة لتربية الحيوانات الأليفة. ها؟ دواك دواك حرة جسوك أكو بيحط الحيوانات في التلفزيون. استاذ جاسم ايش رايكم بعد اجيب لكم انا بعران وبقر؟ بقر ايه بقر ايه يا استاذ، احنا بنعمل برنامج للاطفال مش عالم الحيوان. وانت ايش حق مستنزل استاذ جاسم؟ دقوا على راس الزهر يمكن يخف. تعود من الشيطان. انت باشر ممكن تحجزي الكاميرا وجهزي كل المكان عشان التصوير. بس ناقصنا شيء واحد. عفا عليك استاذ جاسم، تامر امر. ابقي اطفال. تعال تعال نقعد هنا. بسم الله ما شاء الله، هو ده المكان اللي بتتحقق فيه الامنيات؟ طبعا عايز اتجوز واحده حلوه. السلام عليكم. مش معقول، انا مش مصدق. طبعا عايز مليون جنيه. ما جاتش لانك من البلديه. بلديه ايه؟ وتم الريال يصارخ مش عايز العروسة عايز المليون. إيه أكيد المليون، هذه فيزات بعد عمري ترد الروح وتخلي الواحد شباب. أقول هذا البرنامج اللي بيصورونا عندهم شنو؟ هذا برنامج الأطفال اللي فيه الدبدوب، عرفتي؟ وبيعطونهم فلوس عشان بيصورون في بيتهم والله ببلاش. أنا سمعت المخرج يقول لفري بعد التصوير ندفع لكم قميضة. ليش حطيت كذي؟ الباب في الباب، يروحون حق ام الدويس ما يوني انا صدق حظوظ. مي بقول لك شيء بس لا تعصبين. ليش اعصب؟ هذا احنا جالسين نسولف ونضحك وانت غشمر الله لا يجيب العصبيه. قولي امي قولي. المخرج يا عندنا وانا سكيت الباب في وجهها. ما شاء الله سكيت الباب في وجه الرزق اللي جاينه. ليش هالبطريه بعد عمري؟
منو اللي قال لك؟ ليش ما كلمتيني؟ ليش ما شاورتيني؟ ها؟ انت قلتي ما بتعصبين الا بالفلوس، اعصب ونص. هاتي المفتاح يا حلوب. تعطيني بوكس يا ولد شمسوه، انا براويك. رنوا وهني لين باكر ما عليه. تعال تعال، الحمد لله فكينا منهم. طفي وياي، طفي وياي، خلينا نرتب البيت، ترى الجماعه بيجون باكر يبون البيت كله منظف. زين هذا لا يعني يخربون اغراضي في الحجره. تراك انت بعد عمتهم ويمونون عليك بلاش انت. زين بقول لك انا الحين ابغى اعرف هذا مال التلفزيون ايش قبل يصورون الحلقه مال العيد، والعيد باجي له شهر. يا اختي يقول لك هذيلا يصورون 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 وياخذون التصاوير ويحطونها في الكبت، يوم ينقع مدفع العيد قاموا طلعوها وحطوها حق الناس. زين احنا ما عندنا تلفزيون عسب بنشوف، اشتري لنا تلفزيون. ايه يا حلوم، ردينا على السالفه الاوليه، ترى يلا يلا انا وسلوم اشترينا الثلاجه. هاي لما تلفزيون شي ما يعطونك فلوس. يا اختي قالوا لي بنعطيك، بس انا بعد استويت كريم وقلت لهم لا ما نبغى. الله يسامحك يا فرج، حرام عليك، قالوا لك بنعطيك بيزات شي ما طعت، نبغى تلفزيون نشوف بيتنا. هي والله يا حليم، بس اقول لك اذا رمسني مره ثانيه عن البيزات بقول له اسمع احنا ما نبغى بيزات، اعطونا تلفزيون من التلفزيونات اللي عندكم، ترى وايد انتم تصنعون، اعطونا اكبر واحد هاتوه بدال البيزات. اكبر عن تلفزيون وديمو. بخليهم يجيبون واحد نشله في عريبيا. الحجي لو سمحت. تفضلي. منو المسؤول هني؟ تفضلي انا المسؤول. والنعم هذه الساعه المباركه، ترى رحت البيت اللي جيتوا امس وطقتوا علينا الباب والبنت سكرت الباب وجهكم. افتكرت كانت حاجه تكسف. لا سموحه، ترى انا موافقه ما عندي مانع. يجيب الربع خلي يبون الاغراض ويجون يصورون عندنا. ايه وبعطيكم بارد ببلاش. اسف والله اسف يا مدام، خلاص اخترنا البيت وهنصور النهارده، اسف جدا. دبدوب نبغى نشوف الدبدوب. شوف دبدوب هذا، وايه دبدوب قالت عليه. اسف يا مدام. يا فرج يا حق فرج يا فرج. ها شفت قلت لك اكو رديت على لبس البلديه برضو بلديه. ما علينا، عايزين نشوف غرفه فاضيه علشان الاستاذ جاسم يبدل فيها ملابسه ويلبس ملابس الدبدوب. يلبس الدبدوب عن ما بيعضه. لا مش هيعضه. شوف لنا بس غرفه. هذه هاي الغرفه عندك. طيب يا فرج. في بني ادم نايم جوه يا ريال. ولدي سلوم يا من بابا بيسلمك، الله تعبان سلوم عليك منه، لو تكفخ بن عار ما يقوم. هلا عادي ادخل ادخل. هلا هلا حياك الله. هلا استاذ، هلا استاذ جاسم. ها شو الامور عندك؟ ان شاء الله جاهزه. شوفت عينك ما شاء الله. بطل باب احنا يا عمي، بطل باب. هذين منو؟ ما عليك منهم، عيال اختي داخل. الله يهديك ان شاء الله. ضحكتني وانا ما ابي اضحكك. معقوله الحين اليهال مخلينا مداخل مسكر عليهم الباب؟ يا رجال ايش عليك منهم؟ خليه ونسمع يا رجال. اسمعني انت، اسمعني انت. دي حلوم سلمك الله، صاير تدور لك اليوم احلى يهال وتجيبهم لك. طلعهم عشان يستعدون حق البرنامج مشان يجلسون ويانا. يا رجال انت هذيل اللي تبطل عنهم الباب يستوون مثل فراري، بينقبون البيت وسامانك كله. خلهم يولون، قلت لك بيجيبون لك ياهال زينين. يا رجال انا عارف اتعامل مع الاطفال، طلعهم لو سمحت وانا مسؤول عنهم. يا ريال انا بعد اقول طلعهم طلعهم تاني اعرفهم عيال اختي. طلعهم وما عليك، انا مسؤول عنك. على مسؤوليتك؟ اي نعم على مسؤوليتي. حاسلي لي هال داخل. على على هواك، انا فرعي وحذرتك على هواك. ها اصدقائي، مثل ما اتفقنا نكون شاطرين ونسمع الكلام ونكون مؤدبين وما نسوي فوضى هناك عشان ما يضحكون علينا. اتفقنا عشان تصبحون شو اصدقاء الدبدوب. اتفقنا؟ اتفقنا اتفقنا ان شاء الله. جاهز يا استاذ جاسم؟ هنصور خلاص. وانا جاهز استاذ فهمي، انا جاهز. يلا جاهز. يلا اتفضل يا استاذ. يلا اتفضل. شكرا
السلام عليكم. أصدقائي كل عام وانتم بخير ومبروك عليكم العيد إن شاء الله وياكم الدبدوب ويا أصدقائي بعد هذا الجاي مشاركون وياي في الحلقة. أصدقائي لحظة شوي. أصدقائي طبعا شو رأيكم نحتفل بالعيد ونقولكم مرة ثانية كل عام وانتم بخير. أصدقائي هذه الهدايا اللي شايفينها لكم إن شاء الله بتكون في نهاية متى؟ في نهاية الحلقة. يا ولد اصبر شوي اصبروا يا ولد اصبروا يا ولاد ما قلت لكم أنا صبر شوي زين كذا يا جماعة صبر شوي يا ولد يا ودم ما تبغى الكلام. لحظة يا جماعة يا فهمي وقف التصوير يا فهمي.